لابد أن نحفظ اليمين الحلف بالله لابد أن نحافظ على الحلف بالله 如果一个人发誓做什么事情一定要去做到 كيف 怎么样呢أولا لا تحلف إلا عند الضرورة لا ليس كثير تحلف 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 一个人不能经常发誓如果有必要的时候 才可以发誓الثاني إذا حلفتتفي بهذا أنك تحافظ على اليمين يعني تقول والله أحضر غدا تحرص غاية الحرص أنك تحضر غدا حتى تحافظ على اليمين 一个人如果发誓要做到什么应当竭尽全力的努力的去做到 إذا لم تفعل 如果你没有做到 تخرج كفارة اليمين 应当交罚书 إخراجك للكفارة هذا دليل على حفظك لليمين 交罚书这是一种这个重视发誓的一种方式 تحافظ على اليمين بأن لا تحلف إلا بالله 这个以阿拉来发誓然后应当尽力的完成誓言 إذا المحافظة على اليمين أربع أنواع 一种有四种情况 أولا بأن لا تحلف إلا عند الضرورة 对一旦发誓以后不要这个违背誓言 حلفت تفي一旦发誓就应当完成做到 إن لم تفي تخرج كفارة اليمين 如果做不到就交罚书 تحفظ اليمين بأن لا تحلف إلا بالله 只以阿拉来发誓 نعم